السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المغاربة في كل مكان في المهجر في داخل المغرب وخارجه من طنجة للجويرة. النهاردة هنتكلم عن موضوع جميل ورائع، هنتكلم عن موضوع حلو مختلف، هنتكلم عن الروافة. شكون هم الروافة؟ يعني شكون هم الروافة؟ يعني ما هي الصفات النفسية والشخصية للروافة، للشخص الريفي؟ من هو الشخص الريفي؟ كيف يفكر؟ كيف يتعامل؟ ما هي طباعه، طباع الروافة؟ في الأول نقول إحنا طبعا المعروف أن الروافة هم سكان مدينة الناظور والحسيمة وما جاورها، تمام كده، ويتحدثون اللهجة الأمازيغية الريفية، يقول لك نشين إرفيان، يعني أنا ريفي، ويعتزون بذلك. لكن هل لهذه الشخصية، يعني نحن نتحدث عن الروافة المغاربة، يعني نتحدث عن الروافة في ظل الهوية المغربية، يعني مثلا احنا زي ما نقول مثلا عندنا في الصعيد، وانك الصعيد عنده شخصية، عنده حاجة مختلفة، يعني نتكلم عن الصعيد مثلا نقول الكرم، ونقول مش عارف ايه، نقولهم الطار، ونقول الدماغ، ونقول نتكلم عن اسكندرية نقول حياة اسكندرانية، نتكلم عن بتوع بني سويف، نتكلم مثلا عن بتوع السويس، نتكلم عن بتوع الاسماعيلية، نتكلم عن بتوع سينا اللي هم البدو، ما زالوا محتفظين باللباس البدوي، نتكلم عن واحد سيوة الأمازيغية الموجودة في مصر، كل ده في إطار إيه؟ في إطار الهوية المصرية. فإحنا أي شخصية نتكلم عنها فين؟ بنتكلم عنها نقول الروافة المغاربة في إطار الهوية المغربية. ليه؟ لأن المغرب بلد التنوع والتعدد، تمام. مين هم الروافة المغاربة؟ الشخص الريفي المغربي الشخص الريفي هو مقاتل شرس، عنيد، دماغه ناشفة زي الصعايدة، عنيد دماغه ناشفة، يعني ما ياخد قرار خلاص ما تجدلش معاه، يبقى مقاتل شرس، عنيد، دماغه ناشفة، لا يستسلم أبدا أبدا أبدا. أهم ميزة عند الشخص الريفي في شخصيته هي أن الكرامة عنده أغلى من الحياة، يعني كرامته أغلى من حياته، طز في حياته يعني. ما مش مهم حياته، مهم كرامته، ما حدش يلمس كرامته. الريفي الكرامة عنده أغلى من الحياة. تلاقي الشخص الريفي بيتمتع بالجدية، جاد، عنده صرامة كده، الجدية والصرامة والصدق، الصدق في الكلام، الصدق في المواعيد، الصدق في الالتزام بالعهود، دي تلاقيها موجودة فين؟ موجودة في الروافة. عندهم الكرم، الروافة بلا حدود، بمعنى ان الريفي لما يعمل معاك، يعني لما يكرمك في حاجة ما يمنش عليك، ما يجيش يقول لك اصلا انت ما انا عملت لك مش عارف ايه، انا اللي سويت لك، مش انا اللي درت لك، لا، ما عندهمش الكلام ده. اللي عمل معاك شي حاجة صافي، الصلاة على النبي، كيعملها منين؟ كيعملها من قلبه. عفيف، عزيز النفس، عنده روحه في مناخيره، عنده عزة نفس رهيبة جدا. الشخص الريفي ده الريفي، الريفي المغربي. أما المرأة الريفية فلها من النساء جمالهن وسحرهن، ولها من الرجال، المرأة الريفية لها من الرجال القوة والصبر والقدرة على تحمل المشاق والصعاب، فهي امرأة أصيلة، هي فخر النساء وامرأة بألف رجل. هذا ما كان عن، دون الدخول في تفاصيل طبعا عن الشخصية الريفية اللي احنا نقول صعايدة المغرب. طبعا تحياتي فلاح مصري إلى الروافة المغاربة في المغرب وفي الحسيمة وفي الناظور ونواحيها وفي جميع أنحاء العالم، في بلجيكا والناس اللي على برة، تحياتي للروافة، أسود المغرب، ناس المعقول، الناس الزينين، الناس المحترمين، تحياتي ليهم من فلاح مصري، من الصعيد، من مصر، تحياتي ليهم الروافة المغاربة، فخر المغرب وعز البلاد وأسود المغرب. أتمنى لكم التوفيق، واكتبونا في التعليقات اسم الشخصية التي تحبون أن نتحدث عنها حسب الموقع الجغرافي أو حسب المدينة. الريفي يثبت وجوده في التعليقات، الريفي يثبت لنا وجوده في التعليقات، وشكراً.